نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يتلقى مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بشار الأسد. الفريق أول سعيد شنقريحة يؤكد أن العمل الجاد هو الوسيلة المثلى لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة خلال زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة. في اليوم الوطني للذاكرة، وقفات ترحم وندوات تاريخية واستذكار لبشاعة جرم استعماري لن يسقط بالتقادم ولا يقبل المساومة. ومن العاصمة انطلاق القافلة الوطنية الشبانية، ذاكرة وتاريخ. أحدث التكنولوجيات في عالم الاتصال ضمن الطبعة الأولى للمنتدى الدولي لتكنولوجية الإعلام والاتصال بمشاركة 150 عارضاً. بداية، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة السيد بشار الأسد، عبر له فيها عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها السيد الرئيس من أجل استعادة سوريا في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية لمقعدها في جامعة الدول العربية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار. وبدوره أعرب رئيس الجمهورية لنظيره السوري عن تقديره وترحيبه لعودة الشقيقة سوريا إلى الجامعة العربية، متمنيا للشعب السوري الشقيق اطراد التقدم والمناعة وللعمل العربي المشترك تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من مناعة واستقرار وتنمية. كما تم الاتفاق بين قائدي البلدين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثف يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. في إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة 2022-2023 على مستوى الوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر النواحي العسكرية الست، شرع السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من اليوم في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار. أحمد خير الدين. في البداية وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مصطفى اسماعيل قائد الناحية العسكرية الثالثة، وقف السيد الفريق أول بمدخل مقر قيادة الناحية وقفة ترحم على روح الشهيد البطل مصطفى بن بلعيد الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار. وبمقر قيادة الناحية عقد السيد الفريق أول لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي الناحية، حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن تقديس العمل الجاد والمتفاني هو الوسيلة المثلى لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة. إننا في الجيش الوطني الشعبي نظل على قناعة تامة أن التكيف مع التطورات المتسارعة التي بات يشهدها العالم يتطلب أولا وقبل كل شيء تقديس العمل الجاد والتفاني الذي نعتبره الوسيلة الفضلى بل المثلى لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة وبلوغ المزيد من الجاهزية والمزيد من التطور في كافة مناحي ومجالات المهنة العسكرية. ولقد استطاع جيشنا بفضل التوجيهات السديدة للسيد
عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أن يحقق في وقت وجيز إنجازات معتبرة بفضل هذا النهج العملي القويم الذي منحناه ما يستحقه من عناية ورعاية من خلال توفير كافة موجبات النجاح وتوفير كافة عوامل التحفيز والتشجيع للمستخدمين والإطارات حتى يسود بينهم العمل الجاد وتترسخ لديهم ثقافة المنافسة الشريفة كل في مجال عمله ونطاق مسؤوليته. السيد الفريق أول أكد أيضا أن الجيش الوطني الشعبي أصبح جيشا محترفا بكل ما تعنيه عبارة الاحتراف من معاني ودلالات بفضل الحرص الدائم على الحفاظ على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها والتحضير والتدريب الجيدين للقوات المسلحة. وفي نفس السياق حرصنا دوما على المحافظة على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة حتى تبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاطلاع بمهامها ومتكيفة باستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسي وتعقد الرهانات التي تشهدها المنطقة. وبفضل ذلك أصبح الجيش الوطني الشعبي جيشا محترفا بكل ما تعنيه عبارات الاحتراف من معاني ودلالات، جيشا محترفا في أدائه ومحترفا في تفكيره، جيشا لا يهاب الصعاب ولا الخطوب، جيشا يملك كل مقومات القوة للردع وإفشال كافة المحاولات الخسيسة لمتآمرين الجبناء التي تستهدف المساس بأمن واستقرار بلدنا المفدى. السيد الفريق أول حذر من المحاولات الخسيسة المتمثلة في إغراق بلدنا بالمخدرات، حاثا كافة الفاعلين على الساحة الوطنية على المشاركة في المعركة النبيلة ضد هذه الآفة الخطيرة. وفي إطار هذه المشاريع الخسيسة تندرج محاولات إغراق بلادنا بالمخدرات بكافة أنواعها والتي تستعمل كسلاح خطير ضد بلادنا وضد شعبنا بغرض إفشال عزائمهم والنيل من إرادتهم. وفي هذا الصدد بالذات فإن الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق الوثيق مع مختلف مصالح الأمن سيواصل دون هوادة محاربة هذه الآفة ولن يدخر أي جهد للتصدي الحاسم لشبكة التهريب وباروناتها خونة الوطن الذين يتعينوا أن تسلط عليهم أقصى العقوبات لأن الأمر يتعلق بصحة وأمن وسكينة المواطنين. كما أهيب بكافة الفاعلين على الساحة الوطنية من أولياء ورجال إعلام ومدرسة ومسجد للمشاركة في هذه المعركة النبيلة، لا سيما من خلال تكثيف الحملات التحسيسية تجاه الشباب بمخاطر هذه السموم من أجل الحد من تبعات هذه الآفة التي أخذت في الآونة الأخيرة أبعاد مقلقة. السيد الفريق أول تابع عقب ذلك تدخلات مستخدمي الناحية العسكرية الثالثة واستمع مطولا لانشغالاتهم واقتراحاتهم قبل أن يسدي للحاضرين جملة من التوصيات والتوجيهات العامة. إثر ذلك ترأس السيد الفريق أول اجتماع عمل تابع خلاله عرضا شاملا
قدمه قائد الناحية حول الوضع العام في إقليم الاختصاص، ليؤكد بعدها سيد الفريق أول على ضرورة السهر للحفاظ على الجاهزية التامة للوحدات والأفراد والتحلي بالمزيد من الحيطة والحذر ومضاعفة الجهود في سبيل توفير كافة موجبات الأمن والسكينة للمواطنين عبر كافة إقليم الناحية. إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 78 لمجازر 8 مايو 1945 كان رسميا من ولاية سطيف، وتميزت بمسيرة الوفاة التي تعكس الحرص على صون الذاكرة الوطنية. سعيد بلونيس. هي فعلا مسيرة الوفاة، حيث يسير الأبناء على خطى الأباء الذين خرجوا يريدون الحرية فقوبلوا بالرفض والقتل والتنكيل. فكانت المجزرة ذات ثلاثاء من 8 مايو 1945 ليسقط الضحايا ويدفنوا في مقابر جماعية في إحدى أبشع صور الهمجية التي عرفتها البشرية. تلك الأعمال في حد ذاتها كانت بالمخالفة لكل الأعراف وقوانين الحرب التي استقر عليها المجتمع الدولي. أعمال التعذيب، أعمال التدمير الجماعي، أعمال التدمير التي لم تقتضيها ضرورات حربية. الثامن ماي يرتبط بالذاكرة وضرورة صونها وعدم المساومة عليها لتكتب بدماء الشهداء وتقرأ لبني جيل اليوم وغدا. رئيس الجمهورية أولا سنينا لوردونونس هذيك للدكري الأمر تاع أحياء اليوم الوطني للذاكرة 8 ماي، وتذكر في جميع الولايات وجميع الدائرات وجميع البلديات في القطر الجزائري. كما كذلك جبنا الجماجم مع الجيش الوطني ووزارة المجاهدين. نمر الآن إلى المرحلة حيث نوثق التاريخ بطرق علمية بطرق أكاديمية. نحن نملك يعني تاريخ ثري جدا. يجب أن نذهب أيضا إلى هذه المحطات التاريخية بالدراسات بالبحوث من لدن طلبتنا، من لدن أساتذتنا، من لدن الأكاديميين في كل الجامعات وفي كل مراكز البحث وغيرها. الثامن ماي أيضا يرتبط بالتنمية والإبداع الفكري والفني لمواصلة مسيرة البناء بعد الوفاة في كنف جزائر جديدة في شموخ وإباء. وفي ذكرى مجازر 8 ماي دائما وقف أعضاء مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس صلاح جوجيل دقيقة صمت على أرواح شهداء المجازر الإجرامية الذين ارتوت بدمائهم الطاهرة أرض الجزائر في سبيل الحرية من نير الاستعمار الغاشم. من جهتها أحيت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الذكرى بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية وقراءة فاتحة الكتاب والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء، وهذا بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف وإطارات وموظفي الوزارة. وبالمناسبة دائما نظم المركز الوطني للأرشيف ندوة بعنوان الحفاظ على الذاكرة التزام الحاضر نحو أجيال المستقبل. الندوة جرت بحضور شخصيات وطنية وإطارات في الدولة من مختلف القطاعات والهيئات، تضمنت معرضا للوثائق والصور لأهم المحطات التاريخية للجزائر. عملت مقارنة بين الذاكرة والتاريخ، وقلت بأن الذاكرة أوسع وأن الذاكرة ربما تحتفظ بما لا يجد عنه المؤرخ مراجع، وإنما هي تكون دليلا
للمؤرخ لتفسير بعض الأحداث. وبتسمسيل تنظم المرصد الوطني للمجتمع المدني ملتقى العلم الوطني، تبعه للتلفزيون مراد عبروس. باعتباره رمزا لنضال الأبطال ومبعثا لعزة الأجيال، شكل موضوع العلم الجزائري محور ملتقى وطني لإبراز العمق التاريخي والدلالات والرموز المتعلقة به. أول علم ظهر في الجزائر هو في سنة 118 قبل الميلاد، أي في عهد يوغرطا. هنا دليل على العراقة الوطنية الجزائرية. ثانيا، أن العلم الحالي يحمل أبعاد تاريخية وجغرافية. خضبت دماء الشهداء به، وسايرة كل أحداث ثورة التحريرية وصولنا إلى الاستقلال، ولذلك نحتفي به اليوم كدلالة رمزية، كتراث مشترك بين كل الجزائريين. تثمين وترقية اعتزاز الجزائريين بعلمهم الوطني هو الغاية المستهدفة بتنظيم هذا الملتقى. العلم الوطني والتاريخ والثورة ذاكرتنا، تاريخنا، رجالنا، نسائنا، اللي خيطوا العلم هذا بالدماء تاعهم باش يبقى متعاقب مع الأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قد تختلف الثقافات واللغات واللهجات والتنوع والجغرافيا والتاريخ، ولكن العلم لا يختلف. علم واحد يبقى إلى يوم الدين، هذا هو علم الجزائر، ونربيوا به الأجيال من جيل إلى آخر. بناء الأمة فهي كلها مشاعر وأحاسيس نجدها في العلم. لو ما فيش شحنة كبيرة من المشاعر ما كنا نلتفت للعلم. لكن هز درك العلم، لو يتحرك في يدك الأمة كلها تقف، حبس العلم ما يطيحش. هو مكسب من مكاسب الثورة المجيدة، رمز لسيادتنا الوطنية ومبعث فخر لكل جزائري. بالعاصمة وبالمناسبة ذاتها تم تنظيم العديد من النشاطات والندوات الثقافية، واستهلت بوضع إكليل من الزهور بساحة أول ماي ترحما على أرواح الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة، لتعقد بعدها بالمجلس الشعبي الولائي ندوة تاريخية حضرها وزير الشباب والرياضة والأسرة الثورية ووالي ولاية الجزائر والمجتمع المدني. استعرضت أحداث المجزرة المؤلمة التي لن تمحى من الذاكرة الوطنية بالتقادم، كما تم تكريم المجاهدتين جميلة بوباشا وحرة كركب وإعطاء إشارة الانطلاق للقافلة الوطنية الشبانية ذاكرة وتاريخ، المكونة من أزيد من 1200 شاب من المجتمع المدني، والتي ستجوب 24 ولاية على مدار أسبوع كامل بهدف تأكيد الدور الاستراتيجي للذاكرة الوطنية في تنمية الشعور والحس المدني. أيها الشباب، الجزائر هي رسالة الشهداء، وتحصينها أمانة في أعناقنا، والوفاء للعهد عقد نبيل يتشرف بحمله كل مواطن مخلص، وفي نفس الوقت هي عقد روحي بيننا وأسلافنا لمواصلة بناء وطننا وتقوية أركانه وتعزيز دوره الحضاري والإنسان في العالم. في النشاط البرلماني، عرض اليوم وزير المالية العزيز فايد أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح جوجيل نص مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي يأتي لتعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، مجلس النقد والقرض، وكذا البنوك والمؤسسات المالية. عرض مشروع القانون جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ليشرع بعد ذلك أعضاء المجلس في مناقشة نص المشروع. بالمجلس الشعبي الوطني، نظمت اليوم لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة يوما برلمانيا حول أهمية بنك البذور في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي المستدام، وهذا بحضور رئيس المجلس إبراهيم بوغالي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني. وتضمن برنامج اليوم البرلماني بالتحليل والنقاش المقاربة الخضراء والسيادة الغذائية للجزائر.
والجزائر التي كرست أمنها بلحمتها الوطنية ووحدة مكوناتها وانسجام مؤسساتها وتلاحم شعبها وجيشها، تسعى لتعزيز أمنها في مختلف مناحيه، من أمن في الغذاء وفي الدواء وفي أمنها السبراني ومواجهة مختلف التحديات والرهانات، ولن يكون ذلك عصيا عليها ما دام أبناؤها على هذا المستوى من الوعي. يشكلوا البنك الوطني للبذور الأساس الأول لمنصة الوطني للموارد الجينية الفلاحية والغذائية لأسباب عملية وأمنية. سيتم إن شاء الله إنشاء 5 أو 6 بنوك متخصصة تنشأ في ولاية مناطق الداخلية من الوطن. سيدخل حيز الخدمة خلال السداسي الثاني لسنة 2023، ومن المقرر تدشينه يوم 5 جويلية 2023. فلاحيا، انطلقت بولاية خنشلة حملة الحصاد والدرس وسط توقعات بارتفاع محاصيل الحبوب بأنواعها إلى أكثر من 800,000 قنطار. تفاصيل أكثر مع عبد الرحمن شباح. بعد عمل دؤوب ومجهودات جبارة لإنتاج مختلف الحبوب، شرع فلاحو منطقة الجنوب بخنشلة في حصاد محصولهم من القمح الصلب وسط توقعات بتحقيق مردود قياسي يصل 50 قنطارا في الهكتار، وهذا لتوفر الأراضي الخصبة ومصادر المياه الهامة وكذا الاستثمارات المهيكلة. وهذه الفلاحه هذه رانا هزينها على اجدادنا، مش اجدادنا وابائنا، باش نكملوا حتى حنا المسار بربي ان شاء الله. هذه راهي سياده، كاين سياده على الحدود وكاين سياده في الماده الاوليه هذه اللي رانا نستهلكوها، راهي سياده حتى هي انا. عام صناعه تاع خير ان شاء الله. الصبه هاي كاينه، الانتاج راه كاين متوفر. ولضمان السير الحسن لعمليه الحصاد والسهر على اتمامها في اقصر الاجال، تم توفير الامكانيات اللازمه لهذه العمليه من عتاد وفتح نقاط جمع جوارية وتقديم تسهيلات للمنتجين للحصول على مستحقاتهم. أذكر أنه ولو كانت سنة جفاف إلى أن الحقنا الحمد لله إلى حوالي 800,000 قنطار، والتقديرات تاعنا في بداية السنة كانت أكثر من 1,000,000 يعني قنطار، ولكن شاءت الأقدار من جراء الجفاف ما وصلناش لهذا الهدف. هذا وتتوقع المصالح الفلاحية بالولاية إنتاج ما يقارب 800,000 قنطار من الحبوب، منها 630,000 قنطار بالمنطقة الجنوبية والتي يعول عليها كثيرا للمساهمة في تحسين أمننا الغذائي، والذي يعتبر الهدف المنشود للسلطات العمومية. تم اليوم بالمحكمة الإدارية بتيبازا إطلاق خدمة الشباك الإلكتروني الوطني الخاص بجهات القضاء الإدارية، خدمة من شأنها تقريب المرفق القضائي من المتقاضين وتبسيط الإجراءات القضائية ورقمنة الملف القضائي بصفة عامة. نادية علمي. القضية 2659. موجد أستاذ الحكم راه واجد. ممكن بيان سور، اعطيني غير البطاقه من فضلك. في ظرف دقائق استطاع هذا المحامي الحصول على النسخه العاديه لحكم قضائي اداري عبر خدمه الشباك الالكتروني الوطني الخاص بالجهات القضائيه الاداريه، خدمه جديده تتيح للمتقاضين ومحاميهم مثلا الاطلاع على مآل القضايا ومنطوق الاحكام. فيها فائدة كبيرة، تتبع يعني ما فيش تعب، فيه سرعة، فيه تحكم في التكنولوجيا، هذه شيء جميل يعني. احنا مرتاحين دركا يعني، حكم محكمة بومرتاز خرجت التيبازا دوك، وفرتوا عليا يعني شقاء كبير يعني. هذا يسهل المهمة بالنسبة للمتقاضي، بالنسبة للدفاع، وكذلك يعطينا نوعية تقنية في التقدم نتاع القضاء في مجال الشباك الوطني الالكتروني. عندي بلاصي ونحكم فيها مصاريف، فيها تكاليف، فيها 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 معاناه. انا اليوم لجأت هنايا للمحكمه الاداريه تاعنا هنايا وقدمت رقم القضيه نتاعي وسحبت الحكم تاعي. هذه حاجه مليحه، حاجه تفرح، ربحت بها الوقت، وهذه واش نقولوا عصرنت الاداره الجزائريه.
بإطلاق هذه الخدمة إلكترونيا يدخل القضاء الإداري مرحلة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي في قطاع العدالة. الحكم أو القرار الإداري وفيه التأشير أنه مستخرج من قاعدة المعطيات المركزية لهذه الأرضية الرقمية، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تقريب القضاء من المواطن وتبسيط الإجراءات. رقمنة الملف القضائي عملية متواصلة بهدف واحد، تقريب المرفق القضائي من المواطن. تربوياً، وفي إطار تنفيذ مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 أفريل الفارط، والقاضية بضمان تأطير متخصص لمادة التربية البدنية والرياضة في مرحلة التعليم الابتدائي وشروعاً في التحضير لتوظيف أساتذة في المدرسة الابتدائية لتأطير هذه المادة، تعلم وزارة التربية الوطنية حاملي شهادة الليسانس المعنيين أنه سيتم فتح منصة رقمية للراغبين في التسجيل عن بعد ابتداء من اليوم على الساعة 4 مساء إلى غاية يوم الخميس 25 مايو الجاري منتصف الليل. ممثلا للجزائر، يشارك اليوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد في لندن في منتدى التعليم العالي على رأس وفد يمثل وزارته ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين. المنتدى الذي جاء في نسخة هذه السنة تحت شعار بداية جديدة، رعاية ثقافة التعلم وبناء المرونة وتعزيز الاستدامة، تعليم قوي وأكثر جرأة. اللقاء يعد أكبر تجمع لوزراء التعليم في مختلف دول العالم، ويمتد على مدار 3 أيام تقدم فيه ورشات العمل لتقييم الوضع والنظر في التحديات والتغييرات على المدى الطويل لمهنة التعليم. هي فرصة لإصغاء وكذلك الحديث بخصوص كل التحديات والصعاب التي تواجه التربية، خاصة بعد الخروج من جائحة كورونا، وكذلك هي فرصة لنا لاستخلاص الخبر وكذلك إصغاء إلى كل تجارب ناجحة وتبادل الخبرات والحوار والتشاور مع كل الحضور. هي فرصة كذلك لبلادنا لأن تقول كلمتها في هذا اللقاء، وتعلمون أن برنامج السيد رئيس الجمهورية السيد المجدون ثري أعطى الاهتمام الكبير للتربية الوطنية، ينفذ بإحكام عبر مخطط عمل الحكومة، وبالتالي فاليوم هي فرصة كذلك لإبراز التجربة الجزائرية والإصلاحات التي تقوم بها بلادنا على إبراز كل هذه الإنجازات على مستوى المدرسة الجزائرية، على مستوى الجامعة الجزائرية، على مستوى التكوين والتعليم المهنيين أمام كل دول العالم. انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال فعاليات الطبعة الأولى للمنتدى الدولي حول تكنولوجية الإعلام والاتصال تحت إشراف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتي ستدوم إلى غاية 10 من الشهر الجاري، وهذا بحضور ممثلين عن وزارات البريد، الرقمنة والمؤسسات الناشئة، بمشاركة 150 عارضا وطنيا ومشاركين من 13 دولة. اللقاء يعد فرصة لاجتماع خبراء التكنولوجيا والرقمنة وعالم ريادة الأعمال، خاصة ما تعلق بالتحول الرقمي والأمن السيبرياني، الرقمنة المالية والذكاء الاصطناعي. الجزائر تتقدم اليوم بخطى ثابتة ومتسارعة لتحسين قدراتها التكنولوجية. قدرنا نتقدم من 3.5 مليون عائلة كان عندها اشتراك بالانترنت في بداية 2020، تجاوزنا اليوم 5 ملايين عائلة عندها هذا الاشتراك بمختلف التكنولوجيات. أغلب الاشتراكات الجديدة كلها تقريبا يعني الآن بالألياف البصرية لغاية البيوت، ونواصل المجهودات من أجل وصل وتوصيل المليون الإضافي باش إن شاء الله مع نهاية 2024 ثلثي العائلات كما خطط من البيوت ومن العائلات يكون عندها توصيل بالإنترنت ثابت. نشرتنا متواصلة وفيها مشاركة قياسية في الصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية، والمؤسسات المختصة في صناعة الإسمنت تكشف عن آفاق التصدير إلى الخارج.
العيادة المتعددة الخدمات أحمد حدان بالعاصمة تتعزز بمصالح جديدة وخدمات رقمية. ومن البليدة جهود تتكاثف لتكفل أمثل بالمدمنين على المخدرات. الآن يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية. أهلا بك منال. أهلا بك أميرة. مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم في الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، والبداية بقطاع المالية والنقد، حيث أكد وزير المالية العزيز فايد خلال عرضه لنص مشروع القانون النقدي والمصرفي في جلسة علنية أمام أعضاء مجلس الأمة اليوم أن المشروع يأتي لحوكمة وتعزيز صلاحية كل من بنك الجزائر، مجلس النقد والقرض، وإحداث تغييرات عميقة لمواكبة تطورات الوضع الاقتصادي الراهن. يندرج وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي ويضمن الالتزامات 54 لسيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر. أصبح قرار المراجعة العميقة للقانون المتعلق بالنقد والقرض ضروريا بسبب تطور البيئة البنكية وسياق الاقتصاد الكلي، ما يطرح تحديات مهمة من حيث تحديد السياسة النقدية والتطور التكنولوجي ومراقبة المخاطر والتقنين المهنة. وبقصر المعارض بصنوبر البحري تتواصل لليوم الثاني فعالية طبعة 25 لصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية باتيماتك. الطبعة تميزت بمشاركة قياسية للشركات الأجنبية والمحلية على غرار تلك المختصة في إنتاج الإسمنت وتصديره إلى الخارج. المتابعة لربيع بوزيدي. مجمع جيكا العمومي الرائد في صناعة الإسمنت يغطي 50% من احتياجات السوق الوطنية. المجمع يشغل أكثر من 12 ألف عامل عبر مختلف فروعه. جيكا متموقع في بعض الأسواق العالمية. في 2022 مجمع جيكا صدر 3 ملايين طن من الكلنكر، مادة الكلنكر، إلى عدة بلدان، وخاصة بلدان إفريقيا الغربية، منهم السنغال، منهم موريتانيا، الغانا، ساحل العاج. هذه البلدان كامل صدرت الجيكال عندهم يعني المادة الكلنكر. العمل مع هذا يعني التصدير هذا لحقنا 106 مليون دولار في 2022. سيلا أحد فروع المجمع هوليسيم المختص أيضا في صناعة الإسمنت والموجود في السوق الجزائرية منذ سنوات. صدرنا 3 ملايين و200 ألف طن لكل منطقات العالم، يعني خمس قارات: أمريكا، أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكتين. اليوم احنا نصدروا حتى اليد العاملة الجزائرية، الجزائريين في أمريكا مديرين لمصانع أسمنت، والحمد لله ومصنعنا هذا الشهر اللي فات أخذ دخل في الطب 5 في العالم. آفاق التصدير في مادة الإسمنت مرهونة بالإمكانيات اللوجستية على غرار الموانئ والبنى التحتية المرافقة، وهو أحد أكبر التحديات التي تعمل عليها الحكومة حالياً. العارضون المحليون أثنوا من جهتهم على الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية المنعقد حالياً بسافيكس. هي فرصة رائعة للاحتكاك بالأجانب ولتعلم منهم من خبراتهم فيما يخص ميادين الطاقة والإنارة. هو الحضور تاعنا الثالث في النسخة هذه تاع باتيماتك. احنا عندنا عدة منتوجات رانا نبيعوا فيها هنا في الجزائر، من بينها لي زوندوي، المثبتات، لابانتير اكستيريور، الطلاء الخارجي،
وحنايا هنايا يعني ايضا نوفروا خدمات لي ديستريبيوتور تاعنا. جيت هنا باش نشوف واش الانتاج الوطني خاصه فهمني، ونشوف الانتاج بالمقارنه مع المنتوج الاجنبي. والله راني سعيد جدا جدا بالانتاج الوطني تاعنا خاصه في الخزف. في قطاع الفلاحة أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن تحديد وعاء عقاري ثالث من نوعه موجه للمستثمرين المهتمين بالزراعة الاستراتيجية. أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي على ضرورة خلق شبكة مناولات على المستوى الوطني بهدف الوصول إلى مرحلة المنتوج المحلي 100%. كما أعلن الوزير عن إنجاز 50,000 وحدة سكنية من طرف شركات جزائرية. في قطاع السكن لقد بلغنا مرحلة إنجاز بلغت 100% جزائرية. بداية من المؤسسات إلى مواد البناء أصبحنا لا نستورد شيئا. على مستوى عدل مثلا لقد أنجزنا ما يفوق 550,000 وحدة منجزة من قبل مؤسسات جزائرية، مكاتب دراسية جزائرية، سواعد جزائرية. أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن عرض جديد يتضمن تخفيضات هامة في أسعار التذاكر نحو عدة وجهات دولية. العرض صالح للرحلات المبرمجة إلى غاية 28 أكتوبر القادم، على أن يتم الحجز قبل الدولي تحسين التبادلات التجارية بين الدول الإفريقية التي من شأنها إعطاء دفع كبير للناتج الاقتصادي في جميع أنحاء القارة. كما يرى تقرير الأفامي أن إصلاح السياسة التجارية المجزأة والتنفيذ الأفضل لاتفاقيات التجارة الحرة بإمكانها رفع حجم بعض التدفقات التجارية بين مختلف الدول الإفريقية بأزيد من 50%. انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع في مارس الفارط بنسبة 3.4% مقارنة ب 2.5% في فبراير. وفي هذا السياق انخفض تصنيع السيارات وقطع الغيار بنسبة 6.5% عن الشهر السابق. كما انخفض الإنتاج في قطاع الآلات والمعدات بمعدل 3.4%. كما تضرر أيضا قطاع البناء بنسبة 4.6% هذا الشهر. كشفت توقعات نتائج أعمال مجموعة النفط السعودية أرامكو تحقيق أرباح صافية تتجاوز حاجز 31 مليار دولار أمريكي خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. وستعلن المجموعة السعودية غدا الثلاثاء نتائج أعمالها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس الفارط وموعد توزيع الأرباح على المساهمين. ارتفع سعر برنت ب 1.5% إلى 76.83 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار واحد ليصل إلى 72.73 دولارا للبرميل.
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية لنهار اليوم ب 0.2% لتصل 2023 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة ب 0.2% إلى 2029 دولارا للأوقية. ختام النشرة بصرف الدينار الجزائري أمام أهم العملات الأجنبية. نهاية الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، شكرا على المتابعة، السلام عليكم. النشرة الخامسة متواصلة، وفي أخبار الوطن، بعد توقف دام سنة تقريبا، العيادة المتعددة الخدمات أحمد حدانو ببلدية محمد بالوزداد تستأنف نشاطها بعد أن تدعمت بمصالح استشفائية جديدة تعمل بنظام رقمنة متطور. آسيا غريب تفصل. بهدف تتبع مسار المريض داخل الهياكل الصحية، نظام رقمنة جديد تعززت به العيادة المتعددة الخدمات أحمد حدانو سيرفونتاس سابقا ببلدية بلوزداد بعد توقف لأشهر. يجي لو باسيون المريض يعطينا البطاقة التعريف البيومترية ولا رخصة السياقة ونديروها في ليكتور دو كارت لهنايا، يخرجوا كاع المعلومات ونعطوا له لوتيكي تاعو يدخل عند الطبيب. حنا كي نسجلوه يكون عنده ملف الشخصي تاعو، باش المره الجايه كي يجي يكون مسجل يعني في لاباتخون تاعنا. اليوم هاد المصلحات تم تعزيزها بوحده جديده وهي وحده المخبر اللي ما كانتش كاينه، وان شاء الله هذه حتى تسمح لنا باش تنقص الضغط، يعني ضغط يومي تقريبا 100 مريض يعني على الاقل في اليوم. والحمد لله مع هذه راح تنقص شويه الضغط في استقبال تاع المواطنين اللي نخدموهم فيما يخص التحاليل الطبيه. مصالح استشفائية جديدة تدعمت بها العيادة، من بينها طب الأنف والحنجرة، الأمومة والطفولة، وجراحة الأسنان. عندنا نيكوغراف كي ايتي جوستومون بور يعزز يعني لا كونسلطاسيون تاع لا ميديسين انترن، عندنا حماية الأمومة والطفولة، عندنا كرسي جديد لأمراض الأسنان. عندنا اون كونسلطاسيون دو ميدسين جينيرال. الأشعة أيضا هي مرقمنة، بحيث عندما يمر المريض عند مصلحة أشعة يتم أخذ الصورة وتخرج مباشرة عند الطبيب الذي طلبها. ستكون في هذه الأيام هذه الراديولوجي تكون هنا. هذا النوع من الهياكل الصحية من شأنه تقليل طوابير الانتظار على المريض وتخفيف الضغط على المراكز الاستشفائية الجامعية. وللتكفل الأمثل بالأشخاص المدمنين على المخدرات، مركز جديد بالبليدة يتكفل طبيا ونفسيا بهذه الفئة لمعالجة وتخطي آثار الإدمان. آسيا غريب ثانية. بديتها حوالي 8 سنوات، هذيك بالاستنشاق، بديت التعاطي، التعاطي بديته حوالي 10 سنوات. 10 سنوات وشنو تتعاطى؟ الكيف. كنت يومي يوم. وبالنسبة كبيرة، ماشي كمية كبيرة اللي كمية كنت كبيرة نعطى من اللي نوضع على 5 تاع الصباح حتى 8 تاع 9 تاع الليل كنا نتكيف. هكذا كانت بداية هذا الشاب مع المخدرات، فضول ثم رغبة ثم إدمان. تلقى صدمة نفسية في سن 15 سنة، شاف بلي المخدرات هي الحل الوحيد اللي ترجعه يقدر يهدر مع الناس، يقدر يتواجه مع الناس، يقدر يخدم، يقدر يهدر،
والمخدرات وش زدرت له مع الوقت سببت له عدة اضطرابات نفسية من بينها الاكتئاب الحاد، حتى ولات عنده أفكار سوداوية ويخمن في الانتحار. ويرجع الأخصائيون أسباب الإدمان إلى نشوفوا بلي المجتمع يأثر على الفرد بنسبة 70 حتى 80%. يقول لك أنا كنت قاعد معاهم برك، كنت قاعد مع الجماعة برك، كنت نسهر خاطيني ما ندير والو، أنا الدخان وما كنتش نتكيفو، مي كي يقعد معاهم هذيك الرائحة برك كي يشمها راه يتأثر عليه ويحب مع الوقت يحب يجرب وشنو هذيك المادة. شوفوا بلي رفاق السوء راه يتأثر بنسبة 70 حتى 80%. إضافة إلى كاين أفراد عندهم حب الاكتشاف، يسمع برا يقولوا الصاروخ، يقول لك شنو هذا الصاروخ واش راه يدير، سخته إذا كان في لحظة ضعف يقول لك هم يقولوا الصاروخ ومليحة وتسولاجي وتريح، علاش ما نجربهاش؟ يجربها يلقى روحه في حال مع الوقت يلقى روحه في حالة إدمان. ولتكفل أمثلة بضحايا هذه السموم ومرافقتهم في رحلة العلاج، تم إنشاء مركز لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببلدية الأربعاء ولاية البوليدة. المريض لما يجي يعالج عن طريق حصص، يعني ما يباتش في المركز، لا يوجد استشفاء، العلاج هو مجاني. إذا نظرنا للعمل ولا إحصائيات المركز في الأربع سنوات الأخيرة راح نشوف أنه العدد في ارتفاع مستمر. سنة 2020 استقبلنا 305 حالات في السنة مقارنة ب 2021 وين ارتفع العدد إلى 818 حالة. أما بالنسبة ل 2022 استقبلنا 1057 حالة. عملية انتشال المدمنين من عالم الإدمان لا تقتصر على العلاج الكيميائي فقط، بل يساهم فيها استشاريون اجتماعيون ونفسانيون بغية إعادة إدماجهم في المجتمع. خلال زيارتها إلى ولاية مستغانم، أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة على ضرورة ترسيخ تاريخ الجزائر في أذهان الأطفال للحفاظ على الذاكرة الوطنية، كما وقفت على مختلف الأقسام الخاصة بتلاميذ الأطوار الاقتصادية وتلك التي يمر بها الأطفال المسعفون. كاميليا حمو. هو أحد الأقسام الخاصة بتلاميذ الطور الابتدائي المتواجدة بولاية مستغانم من أصل 17 قسما تربويا. هنا يتم تعليم التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين باضطرابات التوحد لإدماجهم في الوسط المدرسي. أنا نقرأ مليح وعليمة. هذا القسم فيه 11 تلميذ متعدد الإعاقات، يخضع للبرنامج العادي سنة أولى عادي مكيف، يعني راه بوغ لانسون زعما الحمد لله يا ربي. هنا ما يزيد عن 17 مدرسه يعني تم فتح بها هذا الاقسام الخاصه بالتنسيق مع مديريه التضامن والنشاط الاجتماعي. سنواصل عمليه الادماج خلال السنه المقبله بفتح اقسام جديده وبتاطير من اساتذه مديريه التضامن والنشاط الاجتماعي. نشاطات مسرحيه واناشيد وطنيه بالمدارس التربويه الهدف منها ترسيخ تاريخ الجزائر في اذهان الاطفال للحفاظ على الذاكرة الوطنية. خرجوا الأطفال من الحضانة مع واجدين للمدرسة. في كل dans tous les points de vue les activités ما يكونش عنده صعوبة باش يدخل المدرسة. تمت على مستوى المحلي تقديم بعض النشاطات الترفيهية وكذلك بعض النشاطات التربوية التي تدل على شيء، وإنما تدل على تكفل الدولة بأطفال الطفولة والتاريخ، الطفولة واستمرارية التاريخ والطفولة والحفاظ على الذاكرة. دائما نقول أن الأطفال هم حماة المستقبل، هم صناع المستقبل. أكيد ترسيخ لهم هذا كل بطولات الشعب الجزائري، كل يعني كل حقبة من تاريخ الجزائر راح يكون طفل جزائري يعرف كيفاش يحافظ على هذا الوطن اللي نفتخر أننا ننتمي له. مؤسسات الطفولة المسعفة هي الأخرى تلعب دورا مهما في توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة الهشة والمساهمة في تحقيق عملية الإدماج الاجتماعي. دوليا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، دان الاتحاد الأوروبي اليوم إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هدم مدرسة فلسطينية بالضفة الغربية، داعيا إلى ضرورة وضع حد لعمليات الهدم والطرد التعسفي التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين، واصفا هذه التصرفات بأنها غير شرعية إزاء القانون الدولي.
في السودان تتواصل الاشتباكات اليوم بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تشهد منطقة شنباط بالعاصمة عملية إطلاق نار كثيف منذ الليلة الماضية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وفيما تنصب الدعوات نحو ضرورة إنجاح المفاوضات بين طرفي النزاع الجارية بالمملكة العربية السعودية، يرتقب أن يلتقي غدا الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش ورئيس الاتحاد الإفريقي بأديس أبيبا لتقديم رؤية مشتركة حول إيجاد حل شامل ونهائي للأزمة السودانية التي أصبحت تثير القلق يوما بعد يوم. ختام النشرة، إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بشار الأسد. الفريق أول سعيد شنقريحة يؤكد أن العمل الجاد هو الوسيلة المثلى لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة خلال زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة. في اليوم الوطني للذاكرة، وقفات ترحم وندوات تاريخية واستذكار لبشاعة جرم استعماري لن يسقط بالتقادم ولا يقبل المساومة. ومن العاصمة انطلاق القافلة الوطنية الشبانية ذاكرة وتاريخ. أحدث التكنولوجيات في عالم الاتصال ضمن الطبعة الأولى للمنتدى الدولي لتكنولوجية الإعلام والاتصال بمشاركة 150 عارضاً. بهذا نصل إلى طي أوراق النشرة، السلام عليكم.